مهنة القصابة من المهن التي يزاولها عدد كبير من المواطنين في خانقين، حيث توجد أعداد من محال بيع اللحوم داخل المدينة وخارجها، وتشهد هذه المهنة توسعا دفع إلى خلق تنافس بين تلك المحال وزيادة إقبال المواطنين عليها. القصابة واحدة من المهن المهمة لدى المواطن الخانقيني، حيث وجود مجموعة من محال القصابة داخل المدينة وأطرافها، والتي تبيع مختلف أنواع اللحوم كلحم الماعز والأغنام والبقر. وقد تطورت المهنة في خانقين لتتعدى مهنة القصابة في الكثير من المحال إلى مهنة أو مهنتين في نفس الوقت. شغلتنا القصاب، أبويا من سنة 54 لحدث قصاب، هسه أنا أشتغل يمه، نشتري حلال نروح بالقرية، نروح للجوبة نشتري حلال قليل، جوبتنا حلال ما يجي بيه، مو مثل قبل كان نشتري 10 15 20، هسه نروح لو نشتري 2 لو 3 لو ماكو. انا الحمد لله وشكر صارنا نشتغل منه، انا بالنسبه لي من ورا 90 فتحت محل، قبل كنا نشتغل بالبيوت هيجي، بس هسه صارنا من ورا 90 نشتغل هنا المحلات عندنا. ونحكي على الحلال هسه اشكال الوان جاي بالعراق، مو بس عراق يعني، ايراني سوري، بس احنا بالنسبه لنا ما نتبع غير العراقي ما نتبع. والله هنا الناس كلها ترغب طلي، بس طلي وعجل هاي اثنين. والله اللحم كيلو 15 من اوا كان صالك لم ايش كم انا ومنذ سنين اعمل كقصاب في خانقين، وهذا المحل الذي تشاهدونه هو محل بيع اللحوم وبيع انواع المشويات من اللحوم، واقبال الناس في خانقين اقبال جيد، فبعضهم يشتري اللحم والبعض الآخر يشتري الكباب أو التكاوي المعلاق المشوي وبالكيلوات. ومع توسع مهنة القصابة في خانقين ووجود تنافس بين هذه المحال، يزداد إقبال الناس على شراء الأنواع المفضلة لديهم من اللحوم، وحصول المواطن على ما يحتاجه ويرغبه من اللحوم الطازجة وبأسعار منافسة. خانقين مطاعم هواية ومحلات قصابة هواية، بس اللي نشوفه خانقين الناس اللي يتقبلون الشيء النظيف والأكل الصحي. شال باشا مدار اللحوم جيدة في هذا المحل والأسعار جيدة، وأنا وعائلتي دائما نفضل لحم الأغنام الطازجة، على الرغم من وجود لحم الماعز والأبقار، لكننا نفضل لحوم الأغنام الطازجة. والله وحقيقة المحل تقريبا نقول مميز عن بقية المحلات الموجودة بخانقين من حيث نوعية اللحم وسعر اللحم، لحم نظيف يعني، ولهذا سبب الناس ترغب يعني تستقطب هذا المحل. والله بصورة عامة محلات جيدة يعني نوعا ما أكو، بس كهذا المحل يختلف عن بقية من حيث تطوره. الكباب يعني أنت مثلا ترغب تأخذ كباب قدامك لحم طلي ولحم عجل قدامك يوزن وينثرم وطازج يعني في وقتها. ومع تقدم الزمان بدأت مهنة القصابة تأخذ حلة جديدة، تقدم للمواطن خدمة تنال رضا الجميع ويرافقها أرباح جيدة لأصحاب المحل. لفضائية كركوك من خانقين، عباس الأركوازي.